وفي خيارات مواكبة التطورات العلمية المعاصرة، استضاف المعهد التقني بقضاء بلد مجلس الجامعة التقنية الوسطى للبدء بخطوات تعاون علمي يزيد من رصانة المعهد وتطويره عبر ندوات مع ذوي الاختصاصات والكفاءات. وناقش الحضور القبولات الجديدة إلى جانب التأكيد على خلق فرص عمل تخدم المجتمع وتعزز مكانة المعهد. شرفنا هذا اليوم بالحضور إلى مجلس الجامعة، جامعة التقنية الوسطى، بحضور السيد رئيس الجامعة وأعضاء المجلس في مدينة بلد المحبة والسلام في المعهد التقني لمدينة بلد. هذه البذرة الطيبة التي زرعتها هذه الجامعة، استمعنا إلى الرؤى والأفكار التي يمكن أن تقود اليوم العملية العلمية والتربوية في هذا القطاع المهم، القطاع التقني الذي يعتبر الأساس الذي ترتكز عليه البلدان، والذي من الممكن أن يجد التطبيق في دوائر الدولة ومؤسساتها. وجدنا رؤى منفتحة، وجدنا عقول نيرة تحمل من الفكر ومن المحبة لهذا الوطن الشيء الكثير. هنالك مقترحات طيبة سنسعى إلى نقلها إلى الوزارات المعنية، إلى الحكومة، وتطبيقها من خلال البرنامج الحكومي الذي قدمته حكومة دولة السيد الرئيس محمد الشياع السوداني. أنا أتصور أن هذه الأفكار وهذه الرؤى التي تم طرحها ستدفع إلى الأمام من أجل تطوير جميع القطاعات، على اعتبار أن القطاع التقني اليوم والتعليم التقني هو من أهم الركائز التي يمكن من خلالها قيادة البلد. حقيقة اليوم هو أحد أيام عراقنا المبارك في أحد تشكيلاتنا 17، تشكيلات الجامعة التقنية الوسطى وبالتحديد في المعهد التقني بلد. هذا المعهد الواعد الذي أسس لخدمة منطقة بلد وضواحيها ويأمه طلبة من كل أنحاء العراق، فيه قسمين في التأسيس، ولنا خطة كبيرة له في زيادة الأقسام العلمية وكذلك توسيع الأراضي. حصلنا على 22 دونم أخرى لإضافتها إلى هذا المعهد. حقيقة هذا المعهد هو جاء لرغبات ولتلبية لرغبات وحاجة المجتمع المحيط، ومدعوم من قبل محافظة واسط السيد المحافظ ومعاون المحافظ، وكذلك من ممثلي الشعب السادة النواب. فالآن هو المعهد وقف على قدميه ولكن نريد تطويره. حقيقة جئنا لهذا مع مجلس إدارة الجامعة التقنية الوسطى داعمين لهذا المعهد ومؤكدين وتقوية لهذا المعهد ومؤكدين ضرورة بقاء هذا المعهد وزيادة تخصصات كما أسلفنا وتطويره وتطوير ملاكاته. اليوم تشرفنا بحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة التقنية الوسطى. رئيس الجلسة كان الأستاذ الدكتور عبد المحسن ناجي المحيسن المحترم. طبعا كان ضيوف هذا الجلسة الأستاذ معالي النائب نائب محمد كريم البلداوي، وأيضا تشرفنا بحضور نائب المحافظ الفني الشيخ عمار الربيعي، حضروا الجلسة كضيوف. طبعا أعضاء المجلس كانوا من عدة محافظات، تعرف عمداء تشكيلات جامعات ومعاهد من الجامعة التقنية الوسطى اللي في 5 محافظات: صلاح الدين وبعقوبة وواسط والصويرة والأنبار وبغداد. يعني تعودت الجامعة التقنية الوسطى الاجتماع الشهري كل واحد يصير في موقع معين، أولا لإظهار نشاط ذلك الموقع والتطورات اللي تحدث به، ثانيا لتعريف الناس بما يجري من التعليم التقني بالبلد اللي هو أهم الحاجة إلى نحن في الوقت الحاضر، أهم من التعليم الأكاديمي، ولغرض إبراز الكفاءات العراقية والنشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات العلمية والمعاهد، ونخلق رغبة لأبناء وسكان المنطقة
للالتحاق بهذه المراكز والجامعات والمعاهد العلمية، لأن هي الوحيدة التي تلائم أبناء المنطقة وتطور الأعمال الفنية الماهرة والكفاءات العراقية للاستغناء عن كل ما يأتي من العمالة الأجنبية. نحن اليوم نعيش أجواء اجتماع مجلس الجامعة التقنية في المعهد التقني بلد، ونستعرض القبولات المركزية للعام الدراسي 22-23 لمعهد تقني بلد، واللي يتكون من أقسام العلمية اللي هي قسم تقنيات المختبرات الطبية وقسم تقنيات المحاسبة. بالنسبة لقسم تقنيات المختبرات الطبية لهذا العام تم قبول أكثر من 150 طالب، وبالنسبة لقسم المحاسبة ما يقارب 100 طالب. مجمل طلبتنا في كل القسمين للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية الآن مقارب 300 طالب موزعين على القسمين. طبعا هذا المعهد يستقطب طلبتنا من الأقسام الإعداديات بالنسبة للتخصصات العلمي والأدبي.